السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، شرفت بكم أنا محمد هريدي في قناتي قوي صحتك مع محمد هريدي. نتمنى لكم السعادة والتوفيق ودوام الصحة والعافية في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وفي كتير منا بيقع فيها. إيه هي الحاجة دي؟ بتاكل موز الصبح، أول ما تصحى من النوم على طول أنت بتحب الموز، أول ما تصحى من النوم على طول تروح على طول واخد لك موزة موزتين، ده غلط. الموز الصبح ده بيعمل ايه؟ لو انت اكلت الموز كده على الريق بيعمل ايه؟ بيرفع نسبة السكر في الدم. ولو انت مضطر يعني مثلا مفيش اكل خالص وهو فيه موز، يبقى تاكل الموز مع اي حاجة عندك، مع حتة عيش، مع اي حاجة، يبقى كل الموز مع اي حاجة لو فيها حالة ضرورة الصبح، بس الافضل ما تاكلش موز صباحا. اللي بياكل بقى الموز دول الرياضيين، سواء الموز على المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب 6. الموز يعتبر فيه سكر طبيعي، مصدر طاقة سريع للجسم. الموز به نسبة عالية من الفركتوز الطبيعي، بيعمل ايه؟ بيرفع نسبة السكر في الدم، يجعل مستوى الانسولين في الدم يرتفع، وايضا يعود الى الانخفاض بسرعة متماثلة، يؤدي الى ارهاق الجسم وفقدان التركيز والجوع. تناول الموز صباحا لوحده كده بيعمل ايه؟ الموز ده بيتخمر داخل الامعاء اثناء هضمه ويتحول الى ماده شبيهه بالكحول، مما يؤدي الى تحفيز حدوث التهابات داخل الجسم. الحل الكويس، الحل الامثل، انت عاوز تاكل موز، كل الموز بعد الغداء، بعد ما تاكل الغداء مثلا حوالي نص ساعه او ساعه، كل بقى ايه؟ كلك موزه مستين، حتى يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الطبيعية الموجودة في الموز ويؤدي إلى هضم سهل داخل الجسم. ونتمنى لكم إن شاء الله السعادة والتوفيق بإذن الله.